اللي جابكوا يا حسنين؟ بصراحة رأس عرفة جايين عشان نفسر لك موقفه. الحكاية مش محتاجة تفسير، كفاية بص بعناية واشوف متاريس البوليس والخراب اللي حل بالعزبة ومصالحنا اللي راحت، عشان اشكركم وهنيكوا على انكم نجحتوا في تنفيذ خطة عدوكم. احنا شغالين معاك بقالنا قد ايه يا ريس؟ كتير كتير قوي يا حسنين. يعني اكيد عرفنا كويس. كنت فاكر اني اعرفكم وانكم تعرفوني كويس، لكن اكتشفت ان محدش فينا بيعرف التاني. انا عمري ما تخيلت ان عندكم الغباوه دي. بالراحه علينا يا ريس عرفه. بالراحه انتوا عليا. انت طول عمرك كبرنا. والنتيجه كانت ايه؟ كدبتوني وصدقتوا كلام خايب ما يخلش على عيل برياله. رزقنا يا ريس ولينا في ظروفنا يبص للدنيا نظره تانيه. نظره؟ ايه هي بقى النظره اللي خلتكم تعملوا كده؟ الدنيا دي مش دنيتنا، احنا خسرناها. العمر ضاع ومبقاش في امل خالص. وبصراحه احنا عملنا كده عشان ما نخسرش الدنيا والاخره. ووقفتنا ما كانتش ضدك ولا مع خراشي. احنا وقفنا مع نفسنا ولناها فرصه نتقرب من ربنا اكتر يا ريس عرفه. بحرق البيوت، بالضرب، بالخراب اللي حل في العزبه، والفتنه اللي كنتوا هتعملوها. انتوا فاكرين الحاجات دي هي اللي تقربكم من ربنا؟ لا، الحاجات اللي عملتوها تقربكم للشيطان اكتر.